عقدت الدورة ال13 لاجتماع كبار المسؤولين لتنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي في مدينة مانتسولي شمال الصين. حضره دبلوماسيون من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا. التفاصيل في التقرير التالي. هو الأول من نوعه بشأن قضية بحر الصين الجنوبية منذ إعلان نتيجة التحكيم الذي رفعته الفلبين بشكل أحادي الجانب ضد الصين في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. اجتماع يناقش مجددا تنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبية، الوثيقة التي تم التوقيع عليها في عام 2002 لتنظيم الأنشطة في المنطقة. خلال هذا الاجتماع دعا نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشين مين جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التعاون وحماية الاستقرار في بحر الصين الجنوبية. كما ناقش الدبلوماسيون الحاضرون القضايا المتعلقة بالصيد والإنقاذ البحري ومكافحة القرصنة. لقد اتفقنا على اعتماد قواعد لمواجهات غير مخطط لها في بحر الصين الجنوبي في حالة وجود أي خلافات محتملة بين القوات البحرية. قد يكون اعتماد فنيا ولكن له أهمية ومعنى سياسيين العظيمين في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الصيني الجنوبي.